السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة على قناة مريم شانيل. اليوم إن شاء الله جيت نحضر معكم مركز الحامض كيجي رائع وهو أساس العصائر. يعني بمركز الحامض ممكن نحضروا العديد من العصائر بنكهات مختلفة كما كتشوفوا دابا أنا حضرت به 4 أنواع من العصائر. إلا بغيتوا تشوفوا كيفاش كنحضرهم يلا هم معايا لطريقة التحضير. بركه الله، أول حاجة غادي نحتاجو الحامض، غادي نغسلوه من القشرة ديالو باش تحيد لنا الشوائب وداك التراب اللي كيكون فيه، ونجيبو الحكاكة ديالنا ونحكو فيها الحامض. بهذه الطريقة غادي ناخد دابا الحامض ديالنا بعد ما غسلناه وغادي نبداو نحكو فيه. كنحكو غير الطبقة الصفراء من نوصلوش للجلدة البيضاء، يعني غير الصفراء فقط، حيت الا حكينا البيضاء غادي تعطينا المرورة، غادي تطلق لينا المرورة في العصير، حنا في غنى على ديك المرورة ما بغيناهاش. وغادي نبقى هكا كندور مع الحامضة غير القشرة الصفراء فقط بهذه الطريقة، انتم كتشوفوا غير الجلفة الصفراء فقط. إما كتاخدش وقت اللي طويل بالزربة، يعني نقدر نساليو غير في ساعة بهذه الطريقة. انا دابا كيف ما كتشوفوا درت معها الحامضه كامله حيت لي هذيك الجلفه الصفراء. انا غادي نحكي معكم الحامضه الثانيه بهذا الشكل دغيا غير كنحكا كنهزها بالزربه، يعني الجلفه الصفراء، وردوا بالكم تنضربكم سميتو الحكاكه. وكنكملوا بهذه الطريقه انا كملت دابا جوج حامضات هما درتهم قدامكم، غادي نكمل اللي باقي عندي ونرجع معكم. بعد ما حكيت الكميه كامله اللي عندي ديال الحامض، هادو هما القشور اللي تحصلت عليهم. دابا غادي نقطع الحامض على زوج ونبدا في عمليه العصر. يعني هانا البنات قطعتهم ودابا غنبدا نصرف الحامض ديالي. اللي ما يعني ما بغاش هذه الطريقه ديال العصير ممكن يقطع يحيد غير الجلفه البيضاء بالموس ويديرو في المولينكس ويطحنو، ولكن يصفي من العدومه ومن الجلفة ديال الحامض، يعني الطريقة اللي بغيتو.
العصير اللي تحصلت عليه غادي ناخد صفايه دابا باش نصفي العظومه وسميتو الجلفه اللي كتكون الحامض، حنا ما بغيناهاش. غادي ناخد شي معلقه باش نحرك باش تكون عندي العمليه بسهوله وبسرعه. هاد الشوائب غادي نحيدوهم وغادي ناخذ السكر. انا هنايا السكر غادي ناخذ 500 غرام ديال السنيده حيت عندي شي كيلو تقريبا ديال الحامض. وغادي نبدا نخلط السكر مع العصير ومع القشور ديال الحامض حتى ينسجموا مع بعضياتهم. شي دوك الجلوف ديال الحامض ديك القشره كتعطي واحد الريحه زوينه بزاف. الخليط ديالي اللي تحصلت عليه بعد ما بقيت كنحرك حتى داب لي سنيده غادي نحطو دابا جانبا ونبقى مره كنحركو حتى باش ما تبقاش لي سنيده لتحت، ونغطيه بالبابي سيلوفان وندخلو للثلاجه. خاصو يبقى مده ديال 24 ساعه يعني حتى الغدا. ها هو المركز ديالي بعد ما خليته ليله كامله في الثلاجه، بات ليله كامله حتى طلقات لي القشور ديال الحامض، تلقوا داك النسمه اللي بغيت وتحول ليا هكا للسيروم، وكيبدل حتى اللون، كيولي اللون ديالو غامق. دابا غادي ناخذ واحد الاناء غادي نفرغوا فيه انا غير باش يساعدني على كيفاش نصفيه من القشور ديال الحامض. ودابا غادي ناخذ الصفايه ديالي وغادي نبدا نصفي من داك القشور اللي طلقوا لينا واحد النسمه. يا سلام، كنبقاو هكا نضغطو بالمعلقة باش يخرج لينا العصير اللي فيه وتبقى لينا غي القشور ديال الحامض. وحتى هاد القشور ما غاديش نرميوهم، مازال غادي نستعملوهم. غادي نقول لكم كيفاش غادي نستعملوهم.
هما القشور اللي صفينا. هاد القشور ما غاديش نرميوهم، غادي نستخدموهم في الكيك وفي البريوش اللي كنبغيو نخدمو به. راه كيجي زوين بزاف من السنبل الحامض، يعني نخليه حتى هو في الثلاجة حتى نخدمو به. دابا غادي ندخلو للثلاجة غير شوية ونرجع نوريكم الطريقة. بعد ما خرجت المركز ديالي كنخليه غير كيشد شوية في الثلاجة وكنخرجو. ودابا غادي نوريكم الطريقة اللي غادي نحتفظو بها في المجمد، يا اما غادي نفرغو في بواط او لا غادي ناخدو بلاستيك اللي كندخلو بلاستيك الغذائي غادي نوضعوه في الكاس باش ناخدو العبار، حيت كل كاس كيعطينا اترو ديال العصير، يعني غادي نضيفو ليه اترو ديال الماء. كناخد القياس ديال كاس وكنسد البلاستيكه ديالي، يعني على حساب الكميه. دابا هذه غاد كاس واحد غيعطيك اترو ديال العصير، يعني بحال هكا الا عارف راسك اترو. ممكن تاخدي بلاستيك وديري فيه جوج كيسان الا كنتي بغيتي تخليه يعني بغيتي ديري كميه كبيره. انا كنفضل ندير غير كاس واحد على حساب اترو ديال العصير. كندير هاد العمليه بهذا الشكل. كيف ما تقدري ديريه في بواط بحال هاد الشكل، يعني وفاش غادي يشد في المجمد ما هو ما كيجمدش، يعني كيحجر ولكن كيشد راسو. هذيك الساعه غادي تخدمي بالمعلقه، غتبداي تاخدي بالمعلقه. المهم انا غادي نكمل ونرجع معكم. غادي نحضر بهم دابا عصائر بنكهات مختلفه. غادي بحال هكا تاخدي بواط تكون محكمه وندخلهم للمجمد. انا البنات هادو هما العصائر اللي حضرت بهم المركز ديال الحامض. الاول طحنته مع الكيوي، والثاني طحنته مع الفخاز، والثالث خديت المركز ديال الحامض ضفت ليه غير الماء، وبالنسبه للاخير درته باناشي، درت فيه الكيوي والفريز والبنان والتفاح والبعويد. البنات غير جربوه، راه غادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديال مركز الحامض راني وريتها لكم، يا اما غادي ديروه في بواط واما غادي تخليوه في البلاستيك اللي يعجبكم. المهم الفيديو ديالي البنات سال هنايا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليو ليا لي لايك والتعاليق ديالكم وتبارطاجيوها مع الاحباب والاصحاب. وغادي نقول لكم مع السلامه الى الوصفه القادمه ان شاء الله.